معركة النتن، ودي معركة بيقوم بيها الذكور حيوان الليمور اللي هو الحيوان اللي قدامك ده. وده ليه؟ بص عشان نبسطها، في ستات بتحب الراجل اللي يخزوقها او العلاقات التوكسيك، وتقريبا هي نفس الفكرة عند اناث حيوان الليمور واللي بتدور على انتن ذكر تتكاثر معاه. ازاي بقى؟ الذكور بتقف صف وكل واحد منهم بيفرز ريحة مش تمام من غدد موجودة في جسمه، وبيتنافسوا على اللي يطلع ريحة انتن، لان اللي بيطلع ريحة انتن الانثى بتروح له، هو اللي بيفوز في الاخر. قول لنا الكلام ده بيفكرك